شكرا جزيلا سعادة الوزير. شكرا جزيلا سعادة الوزير، شكري على الترحيب الحار صبيحة هذا اليوم وعلى كرم الضيافة وروح الوفادة. نحن نثمن أنه في حالة الشكوكية التي تعتري الموقف العالمي، نحن في موقف لأن نعرب عن مناقشاتنا المثمرة صباح هذا اليوم. وكذلك أشكركم على كل أنواع المساعدات التي منحتموها لأيرلند فيما يتعلق بتسهيل التسهيل الخروج للمواطنين للخروج من غزة. وزارتكم والسادة الكادر المسؤول في وزارة الخارجية بالفعل دعمنا كثيرا في إخراج رعايا أيرلندا من غزة. أظن أن لا زال هناك أكثر من 40 مواطن وهم قلقون، ونحن نرغب في أن نساعدهم في أن يخرجوا من غزة. إذن نحن نثمن هذا الجهد الدؤوب الذي بذلتموه لصالح أيرلندا، لأن هذا ساعدنا كثيرا. النقطة الثانية، وبشأن الجبهة الإنسانية، فإن هناك تخوف كبير فيما يتعلق بالموقف في غزة. فنزور معبر رفح اليوم وحتى نتعرف على موقف منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، حتى نتعرف على التحديات والعراقيل والقيود في قطاع غزة، وكذلك عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى معبر غزة والقيود والعراقيل الموجودة من العديد من وكالات المساعدات الإنسانية والتي شهدوها وأعربوا عن أن هناك كارثة إنسانية في القطاع. هناك نسبة 100% من الشعب الفلسطيني في غزة يلاقون شبح المجاعة وشبح تضور الجوع وشبح المجاعة. في هذا السياق فإننا نرحب بتقرير كاثرين كولونا فيما يتعلق بتحليل وتقييم موقف الأونروا، وبالفعل الدعم لأونروا لم يتوقف، بل على العكس من ذلك سنواصل تقديم المزيد والمزيد من الدعم تجاه شعب غزة عن طريق الأونروا، حتى نعرب عن إشارة قوية أمام المجتمع الأوروبي كله أنه هذا ليس الوقت لوقف أو لخفض الدعم الموجه لأونروا. أي شخص يقول أن أونروا منظمة لا غنى عنها وهي منظمة أساسية، ليس فقط من منظور تقديم المساعدة الإنسانية ولكن حتى من منظور إعادة الإعمار فيما بعد الصراع. أونروا تقدم الآلاف والآلاف من المدارس ومن المدرسين وكذلك من الطاقم الطبي والمراكز الطبية، وأنا شخصيا أنا مدرس سابق، وكان هناك نحو نصف مليون شخص في غزة لا يوجد لديه ولم يدخل أي مؤسسة تعليمية، وهذا من وجهة نظري هذه مشكلة وهذا تحدي كبير. إذن نحن نتمنى أن يكون التقرير يواصل الدعم ويوصي بمزيد من الدعم للأونروا، وأن نعيد البدء ونعيد الالتزام أمام أنفسنا بتقديم الدعم المالي لمنظمة الأونروا في مثل هذه الأوقات العصيبة. ناقشت مع معالي الوزير موضوع وقف إطلاق النار، ونحن بالفعل نثمن المجهودات المصرية التي تقوم بها لوقف إطلاق النار في غزة. بالفعل هذا أمر لا بد منه. كذلك من الضروري أن نتحدث عن تحرير وإطلاق الرهائن، ومرة أخرى نحن بالفعل ندين احتجاز الرهائن. وكما قلنا أن تدفق المساعدات الإنسانية يجب ألا تتم إعاقته، ويجب أن يزيد وأن تتضاعف دخول المساعدات الغنسية المساعدات الإنسانية إلى غزة. كذلك ناقشنا موقف دولة الاعتراف بدولة فلسطين، وهذه بالفعل خطوة في غاية الأهمية، وكذلك لدعم
فلسطين في تحقيق تطلعاتها وحق تقرير المصير لها على أساس حل الدولتين. وهذا العمل بالفعل يجري على قدم وساق مع عدد من الدول في الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بها. وكذلك خطة السلام التي ذكرها معالي الوزير هي خطوة في غاية الأهمية لاتخاذ أي قرار محتمل في هذا الصدد. إذن نحن نتطلع إلى الإشراك معكم ومع زملائكم بشأن هذه المبادئ وتعزيز لخطة السلام. هذه بالفعل نقطة في غاية الأهمية لأنها تمثل أفكارا صلبة يمكن تنفيذها على الأرض وحل مستدام يعتمد على حل الدولتين. وهذا هو المخرج الوحيد لأن يعيش الشعبان بسلام على أساس حل الدولتين. نحن نتفهم أن بعد التدخل العسكري مرفوض ويجب أن يكون هناك الحل السياسي واتباع المسار الإنساني. وهذا بالفعل لن يحدث بين عشية أو ضحاها، ولكن من الضروري أننا نعمل في هذا المسار. كذلك فإننا نتطلع إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أجرت اجتماعات بشأن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين لحصولها على العضوية. وبالفعل نحن نؤكد وندعم ونصوت لصالح حصول فلسطين على العضوية. مرة أخرى أشكرك معالي الوزير وشكرا على العمل الدؤوب الذي بذلتموه تحقيقا للسلام.